في الليلة مشاهدينا على شاشتنا ضمن واتس اون ام تي في. الليلة بعد الأخبار لكم موعد مع أضخم الإنتاجات العربية. سراي عبدين اللي رصدت له أعلى ميزانية بتاريخ الدراما العربية، أكثر من 20 مليون دولار، وبضم أكيد مجموعة من أكبر نجوم الشاشة اللبنانية والعربية مثل يسرى، قصي خولي وكثير غيرهم. بحلقة الليلة مشاهدينا أحداث كثيرة بانتظاركم بعد الخطة الجهنمية اللي وضعها فخر الدين والأميرة جشم حتى يضمنوا بقاء بالقصر بعد فشل حملها، والخطة كانت أنه يصوروا الأميرة فريال وكأنها عم بتخون الخديوي. هل رح تنجح الخطة؟ منشوف سوا بحلقة الليلة من سراي عابدين بالإضافة لكثير من الأحداث والتطورات المثيرة. خلينا نشوف هالمشهد من سراي عابدين. دقت ساعة الصفر والخديوي أخذ قراره، نفذ الورقة اللي حطوها لجلالتك مدسوسة، ما حدا لحق يوصل له الحقيقة. عاوزينك تخلص منها. هم مين؟ الندم ما بينفع. سرايا عابدين الليلة بعد الأخبار على الام تي في. اقتلني حالا. الأحداث عم تتطور بسرعة مشاهدينا مثل ما شفنا بهاللمحة السريعة بسراي عابدين، أحداث ومفاجآت ما كنا منتظرينها. لاقونا الليلة بعد الأخبار حتى نشوف كيف رح تتطور هالقصة بسراي عابدين. أما هلأ ستيفاني وضيفتها رح يلاقونا بالمطبخ، وحسب ما شفت من شوي في إشي كتير طيبة عم تتحضر. هلو ستيفاني. رولا يا رولا، اليوم it's your day. في جاتو على الشوكولا، مش معقول. وفي كمان طبخ معكرونة مع التونة. اليوم كريستال عزار ضيفتنا وقررت تعملنا وصفتين صغار وهينين كتير، وهيدي وصفة الجاتو والشوكولا رح تتعلميها لترجعي تعمليها ببيتي. قبل بدي دوقة، بدي وجه تحية كبيرة لكريستال وقول أهلا وسهلا فيك، وتعتبر حالها بمطبخها، وحسب ما شفت الأشياء كتير طيبة عم تتحضر، وطبخة إيطالية يمكن لأول مرة بنشوف تونة عم تمزجها بهيك مكونات بالباستا. أخرى رح ندوق سوا أنا وياكي بعد شوي. يلا أتو تالي.